عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. اليوم غادي نحضروا براونيز تحت طلب العديد من المشاهدين اللي طلبوها. واخا ليله رمضان وخصنا نديروا الشهيوات ديال رمضان، ماشي مشكل. كنحتاجوا لهذا اولا واحد النصيحه تخصنا في الوصفات. بعد الطبخ ديال بحال الكيمياء، ما خصناش عندنا ميزاننا، ما خصناش نديروا المقادير بالشوفة العين. خصنا ولا بد يكون عندنا ميزان في الدار ونوزنوا المقادير باش الحاجه تكون مزيانه وتعطينا نتيجه مرضيه. كنحتاجوا 110 غرام ديال الزبده زائد 150 غرام ديال الشكلاط الممتاز، المر الشكلاط الاسود الممتاز. هذا الشكلاط هذا 100% كاكاو، يمكننا نستعملو حتى 75%، ولكن يمكنناش نستعملو داك الشكلاط لي عادي. اول حاجه قبل ما نبداو كنديروا هاد الزبده مع الشكلاط يذوبوا فوق البوطه. من بعد ما ذاب الشكلاط ديالنا كنضيفوا عليه 15 غرام ديال الكاكاو تقريبا معلقه كبيره زائد 200 غرام ديال سنيده. تنحركوا مزيان. تنضيفوا شويه ديال الملحه، فانيا وحدة، و 95 غرام ديال الفورس الدقيق الأبيض. تنضيفوا عليهم 3 ديال البيضات. وفي الاخير تنضيفوا 100 غرام ديال الشكلاط حبيبات، حتى هو من النوع الجيد. كنحضروا المول اللي كيدخل الفران، كنديروا في الداخل ديالو بابي سولفيريزي وكندهنوه بطريف ديال الزبده باش ما تلصقناش البراونيز عليه. كنسخنوا الفران مزيان وكنديروها في حراره متوسطه لمده 25 دقيقه. ما خصناش طيب بزاف حتى تنشف وداك الشكلاط يقصح في قلب منها، خصنا طيب وتبقى فتيه من الداخل. البراونيز ديالنا هي وجدات، خرجناها من الفران. باش نعرفوها طابت كندخلو فيها كيغدون وكيخرج نقي. كنهبطوها لتحت شويه تكون فوق منها العافيه، هي باش الوجه ديالها ما تيبقاش مبقاش خضر، تتولي بحال هكا. نخليوها على الاقل واحد ساعتين تبرد عاد نقطعوها. البراونيز ديالنا هي وجدت من بعد ما بردت مزيان، وزائد داك البابي سولفيريزي اللي درت لها من التحت ساعدني بزاف باش انني نهزها من المول ديالها. غادي نقطعوها دابا باش نشوفوها كي دايره من الداخل. اكتشفوا جميعا كتجي دايره بحال هذا الشكل، هذه كلها شكلاط.
كنتمنى هاد الوصفة هادي تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها لأنها لذيذة بزاف. إلا عجبتكم حلقة اليوم ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح وحلو على يوتيوب وفي لاباج فيسبوك ملح وحلو، وبصحة وراحة.